المبدع دائما وابدا علي بن فالح البلوي، واصفا ومعلقا على هذا الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في هذا الصباح الجميل، أحييكم في هذا الصباح المميز، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان، من ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن ضمن هذه الفعالية، ضمن هذا الكرنفال، ضمن هذا الختام والمحفل الكبير، ختام مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. أعلنت انطلاقة هذا الشوط من خلال انطلاقاتنا وتحدياتنا ومنافساتنا عبر هذه الأشواط المنطلقة والأسماء الحاضرة. شوطنا الثالث الخاص بفئة الحيل مسافة 8 كيلومترات، شوط خصص لمعارك الكبار. 8 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لنا في هذا الشوط. هنالك انطلقت هذه الأسماء من خلال هذا التحدي، من خلال هذه الأسماء التي تحضر في هذا اللقاء. ما أجمله من لقاء، وما أنبله من لقاء، وما أروعها من منافسة. متابعينا الكرام، انطلقت الأسماء، انطلقت الشعارات التي تبحث عن ذلك الفوز وتبحث عن ذلك الانتصار. انطلق هذا الشوط بين حماس يتقد ورغبة لا تهدى، تسكت الأصوات ولا صوت إلا صوت هذه المعركة، معركة الذلل الأصايل، حيث انطلاقت هذا المشهد المهيب، هذا المشهد الرهيب، انطلاقت ركب الأصالة، انطلقت هذه المسيرة حاملة تطلعات الكبار. كل اسم من هؤلاء الأسماء تمثل شعارات ملاكها الطامحين والطامعين بذلك الفوز وذلك الانتصار في هذا المهرجان الغالي، مهرجان جاء لاجتماع أبناء الخليج في حبهم لموروثهم العربي الأصيل، موروث آبائنا وموروث أجدادنا. متابعينا الكرام، آخذكم في أول جولات التحدي، آخذكم في أول جولات النداء. مشاهدينا متابعينا الكرام، مقدمة الشوط والمركز الأول، هنالك وصايف تحتل الصدارة، خالد بن سعيد بن محمد آل فهيده المري يتقدم على الصدارة ويقدم لنا وصايف بانطلاقها الجميل، بحضورها المميز على الصدارة والمركز الأول. النقلة والدور إلى المركز الثاني، يتقدمون الأشقاء أبناء دولة قطر يحتلون المركز الثاني ويقدم
المقدمون بانطلاقة عالية. جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة يقدم لنا عالية على المركز الثاني القادمة بكل قوة. المركز الثالث هنالك الحاملة لآمال أبناء تبوك، هنالك اعتزاز مفلح بن حمود بن مطلق الحمري البلوي يقدم لنا اعتزاز، بدأت تجاوز وتغير لتحتل المركز الوصافة القادمة معك يا الذهبي. المركز الرابع القدوم الحضور في هذه اللحظات مع تغرودة يا بن مرخان، حضر الصعب ليحضرون أبناء دولة الإمارات محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم لنا تغرودة على المركز الرابع. المركز الخامس الحضور من شعاري بن دري يقدم ولها سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي القادم على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الخمس الأساطير، الخمسة الأسماء المتقدمة، كل هذه أسماؤنا وتحدياتنا، كل هذه الأسماء تعبر عن مسار هذا الشوط، العودة إلى بداية الركب، العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. لك يا بن يحيى يتقدم على الصدارة والمركز الأول، يتقدم بسعيد خالد بن سعيد بن محمد آلف هيده المري يقدم لنا وصايف 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 بانطلاقها الأول بحضورها على الصدارة الحاملة للرقم واحد، وهي الآن في الرقم واحد والمكان الواحد. أما الأول وإلا فلا يا راعي مدخورة يا راعي الأسماء الكبيرة، يتقدم ويقدم لنا وصايف بن يحيى وشعاره، شعار اعتاد على اختطاف الرموز. يتقدم راعي جويزيان يحضر ويقدم وصايف، النقلة والدور إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني حضر الصعب ووصل الصعب من كلف في هذه المهمة الصعبة يا بن مرخان، ولكن الذهبي، الذهبي قادم بكل قوة يقدم لنا اعتزاز، اعتزاز الحاضرة في هذه اللحظات. معك يا الذهبي يا مفلح يا بن حمود يا البلوي القادم بعناد، يعاند الجميع من أجل انتزاع واختطاف النقطة الغالية في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. كذلك شعار بن دري القادم بكل قوة، هنالك مع ولها سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي القادم بكل قوة، كذلك الوصول هنالك الجساسية هجن السيرية تقدم وتدفع بالجساسية بمتابعة بن راشد، بمتابعة العالمي حمد بن راشد بن رايه المري. يلا يا بن راشد، يلا يلا يا بن راشد، يلا شعار تألق في مساء الأمس حيث اختطف رمزين غاليين على قلوب الجميع، هنالك بالذيبة في شوط الإبكار وفي الحريثي في شوط القعدان. ها هو الآن يتقدم ويقدم الجساسية بانطلاقها، بدأت تجاوز، بدأت تغير، بدأت تندفع نحو الصدارة، نحو القمة يا أبو راشد. هجن السيلية التي اعتادت على اختطاف الرموز وبمتابعة بن راشد العالمي ولا غيره عالمي حمد بن راشد بن راية المري، هنالك المنطلق بصدارة هذا الشوط. يلا يا بن راشد، يلا يلا يا العالمي، يلا
عبدالله بن مرخان وشعاره على المركز الثاني قادم بكل قوة يقدم ويدفع بانطلاق وحضور تغرود. تغرود بدأت تغرد على المركز الثاني وبن دري قادم أبناء الإمارات ووصلت اعتزازي الذهبي مفلح بن حمود بن مطلق البلوي القادم بكل قوة وشعار بشريدة بدأ يحضر ويتقدم الآن يقدم عالية ولكن الجساسية وهذا الشعار أداه مية على مية يا راعي الجساسية براشد وهجن السيلية ووصلت اعتزاز ليصل بن حمود ليصل بعناد ليصل الذهبي يالله يا الذهبي مفلح بن حمود البلوي آمال وأبناء تبوك الورد وخير من يمثل أبناء تبوك ينطلق بن حمود يحضر بن حمود بشعاره العنابي بانطلاقه الأول على الصدارة بدأ يجاوز يالله يا فالح أفلح يا فالح روح إلى النوماس وصل الصعب بن مرخان على المركز الثاني قادم بكل قوة ولكن اعتزاز وإن يرى لائحة الكيلو وشعارات مهيبة شعارات مرعبة بن حمود ينطلق مع اعتزاز بن حمود وتاريخه المشرف بن حمود يذهب إلى الفوز إلى الانتصار بانطلاق اعتزاز بحضورها على المركز الأول بن حمود يا مفلح يلا يا أبو عناد تحرك الصعب تحرك بن مرخان على المركز الثاني قادم بكل قوة بكل شراسة واصل لا محالة وشعار الوهيب قادم ولكن اعتزاز بن حمود اعتزاز الذهبي ولكن بن مرخان السلام وين الانتصار وين أبناء تبوك ولا أبناء الإمارات أبناء المملكة وأبناء الإمارات ولكن الصعب كلف في هذه المهمة الصعبة ليتمها مع انطلاق تغرود بدأت تنطلق اعتزاز على المركز ثاني ولكن تغرود يلا يا أهل الحيل شدوا الحيل اعتزاز تغرود اعتزاز يلا يا الذهبي ذهب وبن مرخان ولا الذهبي ولا بن مرخان الصعب ولكن الذهبي ذهب بن حمود ذهب ولا غيره ذهب الذهبي مفلح يا مفلح اعتزاز وإنجازاتها بدأت الآن تكرر الإنجاز وتخطف نقطة غالية على هذا الشعار مفلح بن حمود البلوي هنالك منتزعا مختطفا لنوماس هذا الشوط المركز الثاني وصل الصعب بن مرخان حضر على المركز الثاني هنالك مشاهدينا الكرام مع تغروده محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان اكتبي ثالثا إذن تهانينا والنماس وألف مبروك لمالك اعتزاز من غيرت مع آخر الأمتار مشكور يا أبو حمود مشكور يا الذهبي مشكور مفلح بن حمود بن مطلق البلوي توقيت اعتزاز 13 دقيقة 9 ثواني 98 جزءا من الثانية ثانية وصلت تغرودة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي 13 دقيقة 10 ثواني 10 أجزاء من الثانية ثالثا الشاذلية
حمد بن محمد بن سالم الوهي ب 13 دقيقة 10 ثواني 86 جزء من ثانية. رابعا وصلت هنالك عرقة حشر بن ظفر الهاجري، وخامسا ذي قار حامد بن حمدان العنزي. إذا انتهى نونو ماس، وألف مبروك لجميع الفائزين.